لحظة دخول تشكيل عصابي لأحد البنوك ترصدها كاميرات المراقبة. الهدف كان سحب مبلغ نحو 9 ملايين جنيه من حساب إحدى شركات المقاولات والتوريدات لدى البنك باستخدام بطاقة رقم قومي مزورة تحمل اسم محاسب بالشركة مفوض بالتعامل على حسابها. المحاسب ده تقدم ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. انتقلنا على الفور بعد تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة، تبين ارتكاب الواقع باستخدام بطاقة رقم قومي مزورة ببيانات المحاسب المسؤول على التعامل. الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وبعد مشاهدة كاميرات المراقبة وباستخدام التقنيات الحديثة استطاعت أن تضبط 4 من عناصر التشكيل الخمسة، أحدهم مصرفي بالبنك سهل لهم عملية سحب المبلغ من حساب الشركة، وذلك بعد فترة وجيزة من واقعة السرقة. ضبطنا الشخص الرئيسي المرتكب لعملية السحب، وتم ضبط موظف البنك المسؤول عن تسريب بيانات الحساب، تم ضبط المبالغ النقدية، وتم ضبط سيارة مشتراها حديثا باستخدام تلك الأموال. تطوير عملية المناقشة والتحري، تحدد شخصين آخرين مختبئين بأماكن مختلفة، تم استهدافهم في مأموريتين مستقلتين، وبالتالي تم ضبط إجمالي 4 أشخاص مسؤولين عن ارتكاب الواقعة بالكامل. الإدارة كثفت جهودها بهدف ضبط المتهم الخامس من عناصر التشكيل العصابي، ونجحت وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبطه في كمين أعد له، كما استردت جزء من المبلغ المستولى عليه، وضبط سيارة وأجهزة إلكترونية وكهربائية وهواتف محمولة تم شراؤها من المبالغ المسروقة. على الرغم من صعوبة هذه النوعية من القضايا، إلا أنه لدينا القدرات الاحترافية والتقنية والفنية لكشف غموضها حتى يستطيع المواطن أن يأمن على تعاملاته المالية. تعكس هذه القضية إصرارا من جانب أجهزة وزارة الداخلية على تتبع العناصر الإجرامية المرتكبة للجرائم سواء سرقة أو غيرها حتى ينالوا جزاءهم، فلا أحد بمنأى عن قبضة القانون.